بعد ثلاثة أسابيع من بدء مفاوضات الكويت بين الأطراف اليمنية، ما زال الغموض يكتنف هذه المفاوضات، واللجان المشكلة تواصل اجتماعاتها بعد ضغوط دولية وإقليمية، في حين يبدو أن هناك تقدم نسبي في اجتماعات اللجنة الخاصة بالمعتقلين، وتوصل لاتفاق يقضي بإطلاق سراح 50% منهم، ويستمر فشل اللجنتين السياسية والعسكرية في إحراز أي تقدم بالمفاوضات. على الأرض المواجهات مستمرة، وأيضا تحليق طيران. تستمر المفاوضات في الكويت بين الأطراف اليمنية وسط تقدم بطيء ووسط جملة من الخلافات حول الرؤى، وفي إطار اللجان المشتركة التي تم تشكيلها مؤخرا، وفي إطار المحاور الرئيسية المتفق عليه والمحددة وفق قرار مجلس الأمن الدولي. جديد المشاورات كان هو ذلك المتعلق بالسجناء والمعتقلين السياسيين والأمنيين، حيث تم الاتفاق على إطلاق قرابة 50% من المعتقلين المحتجزين، ولم يتم الفصح عن أسماء المعتقلين، ومع ذلك يتمنى كثيرون أن يسير الاتفاق نحو التنفيذ، وأن لا يتم عرقلته وإعاقته في إطار الخلافات التي تتطور في الواجهة يوما بعد آخر. المشاورات حتى الآن طبقا للمصادر السياسية لم تنجز كثيرا على الصعيد السياسي، وذلك بسبب إصرار وفدي جماعة أنصار الله الحوثيين وحليفهم المؤتمر الشعبي العام على تشكيل سلطة انتقالية قبل الخوض في أي تفاصيل تتعلق بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل، وهذا ما يعيق تقدم المحادثات حتى اللحظة طبقا للمصادر السياسية، في حين يقول هذا الطرف بأن طرف الحكومة وحده من يعرقل المشاورات. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ما زال يحاول ويحاول، يكرر ويكرر، بل يدعو ويؤكد ويشدد على ضرورة الالتزام بالنقاشات المحكومة بالمرجعيات الثلاث، ألا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وقال إسماعيل ولد الشيخ في بيانه الأخير أن الطرفان يبديان جدية في المشاورات، وتمنى على وسائل الإعلام الابتعاد عن نشر الشائعات والتي تشوش مسار السلام، داعيا الجميع إلى دعم اليمن في هذه المرحلة الفاصلة. على مستوى الوضع العسكري، ما تزال الخروقات تأخذ حجمها على الأرض، وبعيدا عن أي مراعاة للمرحلة الراهنة ولمرحلة السلام التي يفترض دعمها ومساندتها، ففي تعز ومأرب والجوف وبعض المناطق تستمر المواجهات وتتجدد ما بين وقت وآخر، والضحايا في سقوط مستمر من الطرفين ومن المدنيين. طيران التحالف العربي هو الآخر يستمر بتحليقاته ما بين وقت وآخر وما بين محافظة وأخرى، وتتحدث المعلومات عن استهدافه بعض الوقت لبعض المواقع التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين والقوات الموالية لهم. أما في الجنوب، ما يزال يأخذ ترحيل عددا من الشماليين مساحة من الحديث في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتطورات التي تلت هذا الإجراء من قبل الأطراف السياسية ومن قبل الفاعلين في المشهد. الرئيس عبد الرب منصور هادي سبق وأن وجه بإيقاف هذا الإجراء، وتتحدث المعلومات أنه تم الاستجابة لطلب الرئيس، ولكن ما يزال الحديث مستمرا من قبل البعض والتعبير عن حالة الاستياء لما حصل ويحصل، وللجنة الأمنية في عدن حديثها، والتي سبق لها وأن أكدت في بيان لها أنها أعطت فرصة لأبناء الشمال في عدن لترتيب أوضاعهم فيما يتعلق ببطائق الهوية والالتزام بإثباتها عند الطلب. الحملة الأمنية مستمرة، والإجراءات وفق الإجراءات الأمنية التي وجدت اليوم في وضع استثنائي لن تشمل فقط منطقة معينة أو على أبناء المحافظات الشمالية كما يروج لها، بل هي تشمل كل من لم تثبت لديه هوية. وهذه الحملة الأمنية هي وفقا للخطة الأمنية لمكافحة الإرهاب والقضاء على الخلايا النائمة التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في عدن. بعض المراقبين السياسيين أشاروا إلى أن الملف الأمني في الجنوب سيستمر محل تعقيد وتطور، وأن ما تم اتخاذه من الإجراءات لا يعني الحل ولا يجلب الاستقرار المفترض.
الاستهداف المباشر للمؤسسات الأمنية ولرجال الأمن والناشطين السياسيين في بعض مناطق الجنوب ما يزال مستمرا في كل من أبين والضالع وحضرموت، سواء من قبل عناصر تنظيم القاعدة أو من قبل جماعات مسلحة مجهولة. رغم كل ذلك ما يزال على اليمنيين أن يتفائلوا مهما كان حجم التعقيدات والتحديات أمام السلام، السلام الذي طال انتظاره كثيرا. مع استمرار الحرب والأزمة، خسائر كبيرة مني بها قطاع الطاقة في اليمن تجاوز 7 مليارات دولار في بيان لوزارة النفط اليمنية. قالت في البيان أن الحرب تسببت في تراجع إيرادات دولة من النفط والغاز بنسبة 71% خلال العام الماضي. 7 مليارات دولار هي خسائر قطاع الطاقة المباشرة وغير المباشرة في اليمن نتيجة استهداف المنشآت النفطية من مصاف وخزانات وصهاريج وخطوط أنابيب ومحطات وقود، وهي الحصيلة التي أعلن عنها القائم بأعمال وزير النفط والمعادن اليمني. فمنذ اللحظة الأولى لاشتعال شرارة الحرب في 27 من شهر مارس آذار 2015 للميلاد، وقطاع النفط يعاني الخسائر تلو الأخرى، فقد تسببت هذه الحرب في تراجع إيرادات الدولة اليمنية من النفط والغاز بنسبة 71.1% خلال العام الماضي نتيجة توقف نشاطات الشركات الأجنبية والمحلية وتصدير الغاز الطبيعي المسال. كما أفضت الأضرار التي لحقت بالقطاع أيضا إلى خسائر فنية فادحة في حقول إنتاج النفط ومنشآتها وفقدان العمال لوظائفهم. وهنا في هذا الجدول سنسرد أحدث الأرقام والإحصائيات وفق التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة النفط والمعادن حول الأضرار الناجمة عن الحرب والخسائر. تراجع إيرادات الدولة اليمنية من النفط والغاز بنسبة 71.1% خلال العام الماضي نتيجة توقف نشاطات الشركات الأجنبية والمحلية وتصدير الغاز الطبيعي المسال. توقف تصدير النفط الخام ما أدى إلى خسائر تفوق 3 مليارات دولار خلال العام الماضي. تدمير 10 محطات للغاز و9 قاطرات وأكثر من 136,000 قارورة غاز. استهداف ميناء رأس عيسى النفطي وأرصفة تفريغ الشحنات النفطية في ميناء الحديدة ومبنيين لشركة النفط في ذمار وصنعاء. تدمير أكثر من 271 محطة وقود بشكل جزئي أو كلي، وتقدر تكلفة إعادة بنائها بأكثر من 200 مليون دولار. تضرر مصافي عدن نتيجة الاقتتال وعدم إيصال النفط الخام إليها بسبب الحظر ما أوقف المنشأة عن العمل تماما. هذا وتمثل الصادرات النفطية في اليمن أكثر من 80% من الصادرات السلعية الإجمالية، وتشكل الإيرادات النفطية أكثر من 60% من الإيرادات العامة للدولة، كما تقدر مساهمة قطاع النفط ب20-30% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى بالإضافة إلى الخسائر في القطاعات الأخرى إلى انخفاض الإيرادات العامة للدولة من 2 تريليون و293 مليار ريال عام 2014 إلى 1 تريليون و62 مليار و700 مليون ريال عام 2015، في أعلى نسبة انخفاض تسجله الموازنة العامة منذ سنوات. رغم صدور قرار البنك المركزي بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 250 ريال إلا أن سوق الصرافة شهد ارتفاع كبير لسعر الصرف في ظل زيادة أعداد الحوالات الخارجية ليتجاوز إلى 290 ريال. إلى أين يتجه اليمن؟ سؤال يراود كل يمني بعد مضي عام كامل من الصراع السياسي والعسكري الذي دخل عامه الثاني، مخلفا أزمة نهشت الاقتصاد اليمني وانعكست أثرها سلبا على المواطن وغلاء المعيشة من خلال ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني. ارتفاع الدولار كان هو سبب مشكلة كبيرة يعني في ارتفاع المواد الغذائية بشكل عام، ارتفاع السلع بشكل كامل يعني. فأول مشكلة الأولى أنه كان ارتفع إلى 250، وكان هذه مشكلة بحد ذاتها. اعتماد البنك المركزي للدولار 250 أدى إلى ارتفاع الآن 184. طلب أن يرفع رواتب الموظفين وحتى في القطاع الخاص، ضروري يعني ترفع رواتب الناس، لأن الآن الناس بحاجة إلى مدخول، طالما أن المنتجات مرتفعة والدولار مرتفع والسعودي مرتفع، لذلك نضطر يعني الراتب ما يكفينا ما نفعل.
بالأمس صرفت وصل الصرف الدولار ل 286 شراء، اشتري شراء. كنا نشتري مثلا التمر بسعر 57، فكان ممكن يطلع التمر الكيلو الواحد سعره يتراوح ما بين 400 إلى 300، ممكن 500 ريال يمني. الآن نشتري نحن بسعر ما كنا نبيع بسبب ارتفاع العملة وممكن أكثر. فسبب ارتفاع العملة حصل يعني يسبب للتجار مشاكل كثيرة بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع الأسعار ليس بسبب التجار أو بسبب أصحاب المحلات التجارية، وإنما بسبب ارتفاع العملة السعودية. قلة الصادرات وتوقف المنح والهبات الخارجية بالإضافة إلى عزوف البنك الدولي عن دعم اليمن عوامل أدت إلى ارتفاع الدولار أمام الريال، كما يعد توقف معظم المصارف الخليجية عن التحويلات إلى اليمن عامل الرئيس في تدهور العملة الوطنية. وفيما البنك المركزي كان قد ثبت سعر بيع الدولار مقابل الريال اليمني إلى 250 في محاولة يائسة منه للضغط على المصارف لسحب العملات الأجنبية من المواطنين دون العكس، إلا أن ذلك لم ينجح وبات معظم الصيارف يبيعون ويشترون العملات بأسعار جنونية. اليوم بلغ السعودي ب 75 والدولار حيوصل 290 اليوم في الوقت الحاضر. فهذا الشيء يرجع لمن؟ للمسؤولين والمتحملين المسؤولية الكاملة والشركة الكبار الذي بيطلع عن السوق وينزلينه، وأما من السوق الذي بيطلع وينزل فمن جهة الشركة الكبار المسؤولين الكبار الذي معروف عند الدولة وغيرها. تدهور العملة الوطنية وارتفاع سعر السحر مقابل الدولار والريال السعودي، امتناع العديد من البنوك عن تحويلات المغتربين، وأعتقد معظم البنوك الخليجية أيضا تأتي في المقدمة. يعني هناك أيضا المنظمات الدولية والبنك الدولي ومخصصات التنمية التي كانت من المفترض أن تتدفق إلى اليمن لتنفيذ المشاريع الإنمائية التي تعاتت بها الدول المانحة، كل ذلك توقف. البنك المركزي في ظل الظروف الراهنة يشكر أنه حافظ على العملة الوطنية إلى هذا المستوى طوال الفترة الماضية، وأخيرا ما شاهدنا في الأيام الأخيرة هناك أعتقد من بين العوامل التي أدت يعني ضخ زيادة العرض النقدي بالنسبة اللي ظهر في الشهرين الأخيرين، هذا ساهمت أيضا في زيادة العرض مقابل العملة، والناس طبعا بيحاولوا أن يحصلوا على العملة الأجنبية للهروب من تدهور الاستمرار في تدهور العملة الوطنية. الطلب موجود، يبغوا التجار يشتروا ولا هذا، لكن ما فيش العرض الذي يبيع ما يبيع، يوقفوا مع الطلوع، مع الطلوع يتوقف السوق، فما تحصل نادرا، بعضهم يبيع 100 بعضهم 50، لكن الشركة الكبار غير الذي يخرجوا من البنوكات والذي معهم شيكات والذي معهم انت والله ما حلو شهر رمضان اذا لو ضاع كذا فالدنيا متدهورة، والله ان لو ضاعت وقع سيء للغاية، والاقتصاد متدهور اليمني، الاقتصاد الذي حق اليمن متدهور للغاية، لان المواد الغذائية عاد ارتفع وجميع المواد عاد ارتفع وكلها مضر المواطن، والمواطن مسكين من أن يأكل ويشرب المواطن. نتمنى للأخوة المتحاورين في الكويت أن يخرجوا بحلول مرضية اليمنيين، وأن يتجنبوا يعني المصالح الذاتية أو الحزبية أو الفئوية أو المناطقية لصالح اليمن إن شاء الله، وخاصة في ظل التغيرات والتطورات الحاصلة في المنطقة في هذه الأيام. يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل تداول الدولار إلى 300 مع نهاية شهر رمضان، باعتبار أن هذا الشهر استهلاكي للمخزون الذاتي يضطر فيه المواطنون المتيسرون إلى بيع ما لديهم من أوراق نقدية أجنبية. ومع كل هذا التدهور الاقتصادي للبلاد بسبب الحرب، يظل السواد الأعظم من الشعب هم الضحية في الوقت الذي يتجه فيه اليمن إلى الهاوية. مستشفى عتق المركزي بشبوة مهدد بالإغلاق ووقفه عن الخدمة في ظل انعدام الموازنة التشغيلية واستمرار إضراب الأطباء ما يزيد من معاناة المرضى. يمر مستشفى عتق المركزي بمحافظة شبوة منذ بداية العام الجاري بظروف صعبة وبالغة التعقيد، بعد أن توقفت الموازنة التشغيلية للمستشفى
مما شكل عبئا كبيرا عليه في تقديم الخدمات للمرضى، ومما زاد الطين بلة توقف رواتب الأطباء المتعاقدين التي كانت تصرف لهم، وعددهم 14 طبيبا، لا سيما وأن هؤلاء الأطباء يشكلون العمود الفقري للمستشفى، وهم الأطباء الأخصائيين وأطباء الطوارئ. يعاني مستشفى عتق من كثير من الصعوبات، منها الأدوية والإجهزة والكادر الطبي المتخصص، وكما أن هذا المستشفى يعتبر ليس مرجع العاصمة المحافظة ولكن مديرياتها. أمام هذا الوضع شهد المستشفى خلال الأشهر الأربعة الماضية عددا من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي كادت أن تصل إلى إغلاق المستشفى، ومع ذلك ما زال الفريق مستمرا في تقديم بعض الخدمات كنوع من الالتزام الإنساني والأخلاقي في الدرجة الأولى. الصعوبات التي تواجهنا في مستشفى عتق المركزي وهي تأخر رواتب الأطباء لأكثر من 3 إلى 4 أشهر باستمرار، دائما نعاني من هذه المشكلة مما تسبب لنا عجز في أداء العمل وأداء التكاليف اللي علينا والالتزامات. الصعوبات لا تنحصر فيما سبق ذكره، فالمستشفى يفتقر للأدوية ولعدد من الأجهزة الطبية ومنها جهاز الأشعة المقطعية. طبعا مستشفى عتق هو المستشفى الوحيد في محافظة شبوة اللي يقدم خدمة الأبناء في محافظة شبوة بشكل عام، يحتوي على كل التخصصات الموجودة، ولكن مستشفى عتق في الأونة الأخيرة واجه مشكلة كبيرة جدا وهي توقف الموازنة التشغيلية التي لم تصرف إلى اليوم ليومنا هذا من البنك المركزي من 2016 لم تصرف الموازنة التشغيلية للمستشفى، وهذا شكل عبء كبير أيضا على المستشفى. أيضا المستشفى يواجه مشكلة كبيرة أيضا هي عدم صرف رواتب الأطباء الأخصائيين في المستشفى، حيث يوجد عدد 14 طبيب من الأخصائيين اللي قاموا بعمل الجراحة والنساء والولادة والعيون والعظام، توقف رواتبهم أكثر من 5 أشهر لم تصرف، وهذا شكل عبء كبير علينا. أيضا أنه بحكم توقف الموازنة التشغيلية وعدم وجود دعم المستشفى واجهنا مشكلة كبيرة في الحصول على الأدوية. ما بين العام 1978 وهو عام إنشاء مستشفى عتق والعام الجاري 2016 مرت نحو 4 عقود من الزمن، ظل فيها هذا المستشفى يقدم خدماته للمواطنين على مستوى المحافظة، لكن صفارة الإنذار تعلن عن كارثة قادمة تتمثل في وقف الخدمات وربما إغلاقه إذا لم تتدخل الجهات المعنية لإنقاذه.